بسم الله الرحمن الرحيم. حصة رياضيات طلبة الصف الخامس، اليوم إن شاء الله يا خامس راح نبلش بدرس جديد، هي وحدات قياس السعة والطول. طبعا هاي الوحدات مرت معنا في الصف الرابع وتحدثنا عن وحدات قياس السعة والطول. نبدأ بوحدة قياس السعة، حيث تقاس السعة بوحدتين هي اللتر والملي لتر. إذا وحدات قياس السعة هي اللتر والملي لتر. اللتر طبعا يا خامس هي عبارة عن الوحدة الكبرى، إذا الوحدة الكبرى هي اللتر، أما الملي لتر فهي عبارة عن الوحدة الصغرى. الآن دائما زي ما حكينا عند التحويل من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى نقوم بالضرب بالعدد 1000. إذا لما نحول من الوحدة الكبرى إلى الوحدة الصغرى نضرب في 1000. أما عند التحويل من الوحدة الصغرى إلى الوحدة الكبرى منقسم على 1000. نبدأ في المثال الأول. المطلوب مني أحول 3700 ملي لتر إلى لتر. الملي لتر هي الوحدة الصغرى كما نلاحظ هنا، عشان أحولها إلى اللتر بقسم على 1000، فبحكي 3700 تقسيم 1000. احنا بنعرف انه في حالة القسمة بنلغي الاصفار، فبشطب من المقسوم عليه صفرين ومن المقسوم صفر. وجود هذا الصفر هنا بجبرني احرك الفاصلة الى اليسار خطوة واحدة، فنضع الفاصلة العشرية هنا، والان نبدأ بتحريكها الى اليسار. إذا حكينا وجود هذا الصفر بيجبرني أحرك الفاصلة العشرية خطوة واحدة إلى اليسار، فمنحركها خطوة واحدة، فبتيجي الفاصلة العشرية هنا، فيصبح الناتج 3.7 لتر. هيك بكون أنا حولت من الملي لتر إلى اللتر. المثال الثاني، نلاحظ أنه هون في عندي وحدة مركبة، يعني عندي 2.9 لتر و 718 ملي لتر، بدي أحولها للملي لتر. الآن ببدأ في الأولى، في الرقم الأول، الوحدة اللي عنده لتر، بدي أحوله من لتر إلى ملي لتر. عشان أحول من لتر إلى ملي لتر نقوم بالضرب بالعدد 1000، فبحكي 2.9 ضرب 1000. ليش ضربناها في 1000 يا خامس؟ أنا بدي أحول من لتر إلى ملي لتر، زائد بما أنها وحدة مركبة. لاحظ هاي الوحدة 718 ملي لتر، وهون ملي لتر نفس الوحدة، فما بعمل عليها أي تغيير، بنزل 718. الآن في حالة الضرب بحرك الفاصلة العشرية 3 لليمين، فلاحظ رح نحركها، هي 1 2 3، في عندي هدول المنزلتين فاضيات بنحط مكانهم صفر، فيصبح الناتج 2900 زائد 718 ويساوي 8 زائد 0 8، 7 زائد 1 زائد 0 1، 7 زائد 9 16، 6 و 1 باليد، 1 زائد 2 3. إذا يصبح الجواب 3618 ملي لتر. ننتقل الآن لحل أتحقق من فهمي صفحة 105. المثال الأول بدنا نحول من لتر إلى ملي لتر، بما أنه اللتر أكبر من الملي لتر إذا راح أضرب في 1000، فبحكي 13.5 ضرب 1000. في حالة الضرب وبوجود الفاصلة العشرية بحرك الفاصلة العشرية 3 لليمين، فبنحكي 1 2 3، فبلاحظ هون في عندي منزلتين فاضيات بنحط مكانهم أصفار، إذا يصبح الناتج 13500 ملي لتر. الآن بنيجي للمثال الثاني، في عندي وحدة مركبة 7 و450 ملي لتر، بدي أحولهم للملي متر. السبعة موجودة بوحدة اللتر، فأنا مجبر إني أحولها من لتر إلى ملي لتر
عن طريق الضرب بألف، فبحكي سبعة ضرب ألف زائد الأربعمية وخمسين أصلاً موجودة في وحدة الملي لتر، فبنزلها نفس ما هي أربعمية وخمسين ملي لتر، ويساوي سبعة ضرب ألف سبعة آلاف زائد أربعمية وخمسين، ويساوي صفر زائد صفر صفر، خمسة زائد صفر خمسة، أربعة زائد صفر أربعة، والسبعة بتنزل فيصبح الناتج سبعة آلاف وأربعمائة وخمسون ملي لتر. هيك بنكون تعرفنا إلى وحدات قياس السعة. قبل البدء بوحدات قياس الطول رح نحل مسألة استكشف صفحة 104. ما سعة الوعاءين معا؟ نلاحظ أن الوعاء الأول سعته 2 لتر و455 ملي لتر، والوعاء الثاني سعته 6 لترات و25 بالمية لتر. بما أنه عندي الوحدات الأكثر هي اللتر، فأول خطوة بعملها بحول الملي لتر إلى لتر. الآن بنحكي 2 لتر زائد، علشان أحول من ملي لتر إلى لتر بقسم على ألف، فبحكي 455 تقسيم ألف. بما أنه السؤال ما سعة الوعاءين معا، يعني بدي أجمعهم، زائد 6 و25% لتر. بننزل هون الاثنين لتر زائد. الآن في حالة القسمة أنا بحرك الفاصلة العشرية إلى اليسار، هون تقسيم ألف وليس مئة. هاي الفاصلة العشرية موجودة هنا، بحركها ثلاث منازل إلى اليسار، واحد اثنين ثلاثة. لما تكون الفاصلة العشرية أقصى اليسار بنحكي صفر فاصلة، بعدين بنزل العدد 455 من ألف زائد 6 و25 من 100. الآن لما بدي أجمع هذه الكسور العشرية ضروري جدا أرتب المنازل، يعني طلع عندي الاثنين عدد صحيح زائد صفر عدد صحيح فاصلة 455 زائد 6.25. الآن الاثنين ما عندها لا فاصلة عشرية ولا أصفار، فبحط فاصلة عشرية وبضيف ثلاث أصفار. هون في عندي منزلة فاضية بنحط مكانها صفر. الآن نقوم بعملية الجمع، صفر زائد خمسة خمسة، خمسة زائد خمسة عشرة، صفر واحد باليد، أربعة زائد واحد خمسة زائد اثنين سبعة. بنزل الفاصلة العشرية، اثنين زائد ستة يساوي ثمانية، فيصبح الناتج ثمان لترات وسبعمائة وخمسة من ألف لتر. هيك بنكون تعرفنا إلى وحدات قياس السعة. الحصة الجاية إن شاء الله تعالى نتعرف على وحدات قياس الطول. يعطيكم العافية.